بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك، خطط لأعظم لحظة فرح في حياتك وفي حياة البشرية كلها. خطط لأجمل لحظة سعادة هتعيشها في الوجود كله. خطط للحظة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هنتكلم مع بعض النهاردة بإذن الله إزاي نخطط لأعظم لحظة في الوجود، إزاي نخطط للحظة لما هنشوف ربنا بعنينا، لما هنسمع ربنا يا أخوانا. يعني وأنتم تعلمون أن صفة الصوت لله ثابتة عند سلف الأمة. لما تسمعي ربنا، لما هتشوفي ربنا، يا اللحظة دي فكرنا فيها قد ايه، اللحظة دي خططنا فيها قد ايه. مشى سيدنا يوسف الصديق اللي اوتي شطر جمال البشر وهو داخل على علية القوم، النسوة بتوع مصر وامرأة العزيز، وكل واحدة في ايدها سكينة. فلما دخل سيدنا يوسف عليهم، فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن. منظر النسوة لما شافوا جمال سيدنا يوسف وهم بيقطعوا في ايديهم والدم بيسيح من ايديهم وايدين ناعمة، ايدين علية القوم ومحماش دارين بنفسهم والدم بينزف من ايديهم وقاعدين يقطعوا في ايديهم، من شدة الانبهار بجمال سيدنا يوسف، من شدة الانبهار بجمال مخلوق. امال لما نرى وجه الله يا جماعة، امال لما تنظري في جمال وجه الله، امال لما تنظر لجلال وجه الله هيحصل ايه؟ هيبقى قلبك شكله ايه؟ هيبقى جمال وجه ربنا، يعني النور اللي في جمال وجه ربنا سبحانه وتعالى هيبقى ازاي يا اخواننا؟ يعني في اثر من الاثار هز قلبي قوي، بيقول: بينما اهل الجنة في الجنة اذ استنارت الجنة. الجنة كلها انوار، فجأة نور غير كل الانوار اللي موجودة في الجنة، كأن سماء الجنة كلها استنارت، كأن في شمس رهيبة طلعت في سماء الجنة. فأهل الجنة كلهم يسألوا بعض: ما هذا؟ ايه النور العظيم ده؟ فيقال لهم: هذه حورية ضحكت في وجه زوجها. ده يعني واحدة بتضحك مع جوزها فضحكت، الضحكة نورت سماء الجنة. قلت سبحان الله، إذا كان هذا جمال وجه مخلوق فكيف بجمال وجه الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه؟ أنت عارفة يعني إيه إنك أنت هتشوفي ربنا؟ أنت عارف يعني إيه إنك هتنظر لوجه الله سبحانه وتعالى؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا حديث يفهمنا بيه، يعني شيء يدوب قلوبنا من الشوق للحظة اللي هننظر فيها لوجه الله وهنسمع فيها كلام ربنا، وربنا هيحييكي بنفسه. ده انا لو اتصل بيا رئيس الجمهورية ولا ملك من الملوك على التليفون وقال لي: اخبارك ايه؟ انا بطمن عليك. انا يعني اي واحد مننا ممكن يبقى واقع ده على قلبه. ايه امال لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه اللي يحييكي بربنا، تحيتهم يوم يلقونه سلام. لما ربنا يكلمك، لما ربنا يضحك في وجهك، كي لا نعدم خيرا من رب يضحك. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: حجابه النور لو كشفه، امسك قلبك بقى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يعني الكون كله أحرقت، يعني الكون كله يتحرق من جمال وجه الله. الكون كله لو حجاب النور كشف من نور وجه الله، من جمال وجه الله، الكون كله يتحرق من جمال وجه الله. يعني انت متخيلة يعني ايه لأحرقت سبحات وجهه؟ يعني ايه سبحات وجهه؟ لما الواحد يشوف حد جميل قوي 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 يقول سبحان الله، ليه؟ حاجه مهوله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: سبحات وجهه، يعني جمال وجه ربنا ده اعظم نعيم في الوجود كله، ودي اعظم لحظه في الوجود كله. انا عايز اقرب يا جماعه قبل ما ندخل في الكلام عن لحظه ما نرى الله، انا عايز اقرب الموضوع. اذا كنت انا لما بسمع القرآن اللي هو كلام الله من إمام في الصلاة قلبي بيدوب، وما لما اسمع القرآن من ربنا قلبي هيحصل فيه؟ إذا كنت أنا لما بسمع القرآن اللي هو كلام الله من جماله قلبي بيدوب، وما لما ربنا يكلمني أنا
كلام لي انا، كلام ليك انت، كلام ليك انت. يحصل ايه اذا كان لما سيدنا موسى عليه السلام سمع بس ربنا، سمع ربنا في الكلام ولم يرى الله؟ قال رب ارني انظر اليك لم يرى الله. سمع، عاش حياته كلها ملهوف على لحظة ما يرى الله، وفي قبره يصلي من الشوق. ويوم القيامة أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يلاقي سيدنا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، سيدنا موسى هيموت من اللهفة على النظر لوجه الله. أمال لما نشوف ربنا قلوبنا هتتعلق بحب الله قد إيه؟ قلوبنا هتتعلق بجمال الله قد إيه؟ إذا كان يا أخوانا أنا لما بقف قدام بحر بحس إن أنا قلبي مليان رهبة، ليه؟ من الجلال، وده جلال مخلوق، أمال جلال الخالق. عشان كده لما الصحابي قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هو ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ قال جلال الوجه قبل عظيم السلطان. ده سلطان ربنا ده مهول يا جماعة. ده العلماء جابوا 150 مليار سنة ضوئية في السماء الدنيا بس، ولسه سماء الدنيا قد ايه، ولسه السماوات السبع، ولسه الكرسي، ولسه العرش. انت متخيلة؟ انت صحابي قال جلال وجه الله قبل جلال سلطان الله. امال يبقى جلال وجه الله ايه اذا كان كل السلطان ده الجلال بتاعه اقل من جلال وجه الله سبحانه وتعالى؟ عارفين يعني ايه هنشوف ربنا؟ عارفة يعني ايه تنظري لوجه الله سبحانه وتعالى؟ يعني يا جماعة جمال وجه ربنا قد ايه؟ خالق الجمال، كل منظر جميل شفتيه، يعني ديل الطاووس، جناح الهدهد، الشمس وهي بتشرق، المناظر البديعة، اجمل قصور في العالم، اجمل مشاهد سياحية في العالم، ده كل ده مخلوقات ربنا خلقه. امال خالق الجمال في الكون يبقى جماله هو ايه؟ امال خالق الجلال اذا كنا بنقف قدام مخلوقات الجلال بتاعها بيخطف قلوبنا، امال خالق الجلال جلال وجهه شكله ايه سبحانه وتعالى؟ قضية كبيرة قوي ان احنا نعيش بقلوبنا مع النظر لوجه الله. لما الملائكة سمعت صوت الوحش، سمعت صوت الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه لما بيسمعوا صوت الوحي؟ الله يوحي لجبريل، الله يأمر جبريل بيصل ايه؟ تصعق السماوات السبع وتصعق ملائكة السماوات السبع. علماء العقيدة قالوا مش الملائكة اللي في السماوات السبع بتصعق بس، ده حتى السماوات، ده حتى المجرات، ده حتى النجوم، الكل بيصعق. ليه؟ ده من صوت الوحي. امال لما انت هتسمع ربنا، امال لما انت هتكلمي ربنا سبحانه وتعالى، ده الواحد في الصلاة بيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في القاء بينه وبين ربنا، لا سامع ولا شايف، ومع هذا قلبك بيتفتت من الشوق لله سبحانه وتعالى كل ما بتقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يعني لو اتصل بيك الوقت احد الناس، قال ملك دولة خليجية اتصل بيه وقال له انه عايز يقابله تاني يوم، بيقول فضلت طول الليل، طب هقابله بايه؟ طب ده مقابلة ملك من ملوك الدنيا. وبال لحظة لما هتلقي الله سبحانه وتعالى، يا ترى جلال الموقف شكله ايه؟ يا ترى عظمة الموقف؟ انا يا جماعة كل ده بحاول اقرب لكم، بحاول اقول لكم يعني ايه هنشوف ربنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام اول واحد بيشوف ربنا يوم القيامة، النبي بيقول في الحديث لما يرى الله بيحصل ايه بقى؟ بيقول فاخر جمعة، يعني يفضل ساجد اسبوع كامل اول مرة يرى فيها الله، وربنا يفتح عليه بثناءات مفيش حد في تاريخ البشرية قالها، مفيش ملك من الملائكة سبح ربنا بيها في تاريخ الكون ده كله، ده لما شاف ربنا سبحانه وتعالى. انت متخيلة يعني ايه؟ يعني ايه نشوف ربنا؟ كيف لو نظرت الى وجه الله؟ لو نظرنا لوجه الله سبحانه وتعالى، اذا كان اهل الجنة يا جماعة يوم الجمعة اللي هو اجمل يوم في الجنة بيتسمى يوم المزيد. ليه؟ لانهم بيشوفوا فيه ربنا، بيبقى اجمل يوم في الجنة، لدرجة ان اهل الجنة وسط النعيم، ووسط النعيم اللي لا عين رأت ولا اذن سمعت، لما يروا وجه الله اهل الفردوس الاعلى نفسهم لما يروا وجه الله ينسوا كل نعيم الجنة، ويتمنوا لو كانت الجنة كلها نظر لوجه الله بس سبحانه وتعالى. ويرجعوا لأهلهم يقولوا لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يقولوا لهم وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني مجرد النظر لوجه الله خلك كل يزيد في الجمال، خلك كل يزيد في الحسن. أمال جمال وجه الله نفسه يبقى ايه؟ عايزين نعيش بقلوبنا مع المعنى الخطير ده، واحنا بنتعلم ازاي نخطط لمستقبلنا يا جماعة، ونخطط لأعظم لحظة في حياة كل واحد مننا، والأجمل لحظة في حياة كل واحد مننا. تعالوا نعيش بقلوبنا مع الطريق لأعظم لحظة في الوجود، تعالوا نعيش بقلوبنا
بعض طريق للنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. ايه هو النظر لوجه الله؟ ده مش حدث، لا مش حدث، ده رحلة يا جماعة. رحلة ازاي؟ تعالوا نعيش مع المراحل والخطوات في الطريق للنظر لوجه الله، الطريق الى وجه الله سبحانه وتعالى. اول مرحلة، اول خطوة في النظر لوجه الله، الصلاة. الصلاة اللي احنا فيها، الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين ربنا. الصلاة دي اول خطوة في الطريق للنظر لوجه الله، لقاء حقيقي. لو عرفنا انها لقاء حقيقي قلوبنا هتدوب. هنعرف ليه ربنا امرنا ان احنا لا تلتفت وجوهنا في الصلاة؟ لان الله ينصب وجهه لوجهك سبحانه وتعالى، لقاء حقيقي. ولكن لا انت شايف ولا انت سامع، انت بين ايدين ربنا بحق وحقيقي، ولكن لا انت شايف ولا انت سامع. ربنا بيكلمك، ربنا بيرد على كل كلمة بتقوليها في الفاتحة، ولكن لا حد شايف ولا حد سامع. انا الصلاة بتبقى لقاء حقيقي بيني وبين ربنا. انا ايه ده؟ انا قاعد في المكان اللي بصور فيه ده، انا ايه يعني في المكان ده؟ حجم ايه؟ والمكان ده ايه في مصر؟ والمصر ايه في الكرة الارضية؟ والكرة الارضية ايه في المجموعة الشمسية؟ والمجموعة الشمسية ايه في مجرة التبانة؟ ومجرة التبانة ايه في السماء الدنيا؟ والسماء الدنيا ايه في السماوات السبعة؟ والسماوات السبعة ايه في الكرسي؟ والكرسي ايه في العرش؟ وربنا اجل من كل هذا واعظم من كل هذا. انا لقاء حقيقي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، دي المرحلة الاولى. ولكن لقاء لا انت شايف ولا انت سامع، انما انت عايش بقلبك وقلبك بيزداد لهفة، وانت عايش بقلبك مع جلال ربنا سبحانه وتعالى. بيجي المرحلة التانية من رحلة النظر لوجه الله، المرحلة التانية، تاني لقاء مع ربنا، تاني مرة او تاني مرحلة، ساعة الموت لما تتنزل الملائكة، يا رب ان شاء الله بيض الوجوه، ومعهم بقى ثياب من الجنة وعطور من الجنة. كل ده عشان ايه؟ مش هينفع تقابل ربنا بلبس السجن بتاعك ده. الدنيا دي سجن، هتقابلي ربنا بلبس السجن ازاي؟ بتلبسي وبتتهيئي، بيهيئوك لتاني لقاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وتتفتح لك ابواب السماوات السبعة، تصعد روحك الى السماء السابعة. يعني لحد فين؟ لحد عند البيت المعمور، السماء السابعة. ثم اول مرة هتسمعي ربنا، اول مرة هتسمع. المرة دي انت مش شايف ولكن سامع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله اكبر. اول مرة، عشان كده الشوق هيزيد، عشان كده الناس في القبور المؤمنين بيقولوا رب اقم الساعة، رب اقم الساعة. يا رب يا رب امتى بقى القيامة هتيجي عشان نراك يا رب؟ لما سمعوا ربنا الشوق احتدم في قلوبهم. اللقاء الثالث، الخطوة الثالثة في رحلة النظر لوجه الله، ساعة العرض على الله، لما ربنا بيدني عليك كنفه، وربنا يقولك على ذنوبك اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، وربنا يديك كتابك بيمينك، وربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى لما انت تاخد كتابك بيمينك وتقولها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، ربنا يقول للدنيا كلها هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، وربنا يقول للمؤمنين كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اللقاء الثالث ملأ قلبك حب مهول لربنا وشوق مهول انك انت تشوف وجه ربنا. لما ربنا بشرك بالرحمة وبالكرامة وبالمغفرة، بيجي الخطوة الثالثة في رحلة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى في ارض المحشر. لما بيجي الناس هتموت بالعطش بعد 40,000 سنة، 45,000 سنة من يوم القيامة الناس هتموت بالعطش، فالملائكة تقول لهم ماذا تريدون؟ الحديث في البخاري ومسلم، ماذا تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا، نريد أن تسقينا، عايزين بق مية، هنموت بالعطش، بقالنا 50,000 سنة ما شربناش بق مية، هنموت بالعطش، نريد أن تسقينا. فيسأل المؤمنون ماذا تريدون؟ فيقولون أي رب وجهك، الحديث في البخاري ومسلم يا جماعة، فيقولون أي رب وجهك، نريد أن نرى ربنا. ما قالوش عايزين ندخل الجنة، ما قالوش عايزين نشرب مية، يعني العطش قلوبهم للنظر لوجه الله أكتر من عطش أبدانهم بعد 50,000 سنة حسب لنقطة مية، أكتر من عطش أرواحهم إنهم يدخلوا الجنة اللي تعبوا كل التعب ده عشانها. أي رب وجهك، الكل بيقول عايزين نشرب، كل البشرية، اليهود، النصارى،
عباد الشمس، عباد القمر، المنافقين والمؤمنين بيقولوا نريد أن نرى ربنا. يا رب فارقنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليه. يا رب احنا سبنا كل حاجة عشانك يا رب، سبنا كل حاجة عشان نشوفك النهاردة يا رب، احنا سبنا كل حاجة عشان اللحظة اللي قلوبنا ملهوفة عليها يا رب. فيكشف لهم الله عن ساقه يوم يكشف عن ساق، في احد اقوال المفسرين وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيكشف الملك عن ساقه فيرون من الانوار ومن الجمال. يا اخوانا اي مخلوق الساق بتاعته ما هياش يعني ما بتبقاش ملمح من ملامح الجمال بتاعه، انما مالك الملك انوار وجلال وجمال يبهر المؤمنين. وتيجي اللحظة الفاصلة، لحظة دخول الجنة، ما شافوش ربنا، ما شافوش وجه ربنا لسه يوم القيامة، مش كل المؤمنين شافوا وجه ربنا يوم القيامة، ويدخلوا الجنة وهم بقى مشغولين بالقصور المعلقة، مشغولين بمناظر الفردوس الاعلى، مشغولين بالحور، بالزواج، بالانهار، بالثمار، بالنعيم الذي لا مال عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفجأة يسمعوا صوت الملك سبحانه وتعالى وهو يناديهم يا أهل الجنة. أهل الجنة من جمال صوت الله ومن حب قلوبهم لله يسيبوا كل النعيم اللي في ايديهم، يقولوا له لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله هل رضيتم يا أهل الجنة، راضين، راضين عني، راضين بالنعيم اللي انتوا فيه. فيقولون يا ربنا، ربنا اللي بيقولين احنا كده، في اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب. فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يا رب انت اديتنا كل حاجة، انت اديتنا اللي ما كناش نتخيل من أصناف النعيم. فيقول الله فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خلاص أنا رضيت عنكم، ما عدتوش تخافوا أنكم تخرجوا من الجنة وتروحوا النار، ما عدتوش تخافوا أن أنا أغضب عليكم في يوم من الأيام، ما عدتوش تخافوا. أعظم نعيم، نعيم رضا الله، أنك تحط راسك على المخدة قبل ما تنامي وانت حاسس أن ربنا راضي عنك. هو في نعيم أكبر من كده؟ احنا كلنا بنشتغل في طاعة ربنا غير عشان نعيم رضا الله عننا في الدنيا وان احنا نحس برضاها عننا. بعد كده يجي اول جمعة في الجنة، بقى اهل الجنة الوقت خلاص خدوا نعيم الرضا غير نعيم الجنة. فيناديهم الله يا اهل الجنة، اهل الجنة يسيبوا كل اللي هم فيه ويذهلوا عما فيه. فيقولون يا ربنا لبيك وسعديك. فيقول تريدون شيئا ازيدكم، تريدون شيئا ايه ازيدكم؟ احنا بنقرب الوقت من كلمة ها يوم المزيد يا جماعة، احنا الوقت بنقرب من لحظة النظر لوجه الله. اخوانا احنا الوقت بنقرب من اللحظة اللي الامام الشافعي قال لو اعلم اني لن ارى ربي ما عبدته ما كنتش موت نفسي كل التمويت ده في العبادة. لو انا عارف ان انا مش هشوف ربنا يعني اكبر دفع في حياتي ان انا اشوفك يا رب. احنا الوقت بنقرب من اللحظة اللي عبد الله بن جحش رضي الله عنه ضحى بدمه وحياته عشانها لما قال اللهم ارزقني رجلا كافرا يقتلني يبقر بطني يجدع اذني يقطع انفي فالقاك يا رب. شوف الكلمة، فألقاك يا رب بدمي. فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فأقول فيك وفي رسولك يا رب. يعني قاعد يفكر في لحظة لما هيقابل ربنا، في لحظة لما هيرى ربنا، في لحظة لما بيتجهز لهذه اللحظة. يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، ينظرون لوجه الله سبحانه وتعالى، ينظرون لسبحة وجه الله. اللحظة اللي العابدين قاموا الليل عشانها، اللحظة اللي الصوامين صاموا عشانها، اللحظة اللي الشهداء ضحوا بحمرهم وروحهم عشانها، اللحظة اللي عبدنا ربنا عشانها. يا جماعة أسعد لحظة في حياتنا كلها، أجمل لحظة في الوجود كله. فيكشف الحجاب، حجاب النور، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الحسنى وزيادة للذين أحسنوا
الحسنى وزيادة. يعني ايه زيادة؟ يعني مفيش عمل صالح انت عملتيه في حياتك يستاهل انك تشوفي ربنا، ده زيادة، لان الجنة جزاء من جنس العمل، ولكن النظر لوجه الله مش جزاء من جنس عمل. مفيش عمل صالح في الوجود جزاؤه انك تبصي لوجه الله وتكلمي ربنا، ولكن ده من عند ربنا، ده من كرم ربنا، ده من ود ربنا سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ويجي اللحظة أخيرا، اللحظة اللي كل الصالحين كانوا مستنينها، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وتبقى دي أعظم لحظة في الوجود. يا ترى يا جماعة، يا ترى يعني باقي الرحلة فين؟ لأن كده احنا شفنا ربنا مرة واحدة بس، مرة واحدة، يعني قلوبنا هتتحرق من الشوق لو ما شفتوش تاني. يا ترى هنشوف ربنا تاني؟ يا ترى رحلة النظر لوجه الله هتكمل؟ ده اللي احنا هنكمله مع بعض ان شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتكلم عن أجمل محطة في مستقبل عمرنا كله، واحنا بنتكلم عن أعظم حاجة لازم نخطط لنا في حياتنا كلها، وهي لحظة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب، في صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.